معنا من كابول الكاتب والباحث السياسي سيد فضل القاهر قاضي. أهلا بك سيد فضل معنا على سكاي نيوز عربية. سيد فضل، سأتوقف معك بداية مع حديث الرئيس الأفغاني أشرف غني، قال يعني لا أريد أن أرى أكثر قتلى خصوصا البريئين منهم، وقال سيكون لدينا تشاورات مع فريقي الخاص. هل باعتقادك سيستقيل الرئيس أشرف؟ يعني ما طبيعة هذا الحديث الغامض؟ نعم، مساء الخير لك ولمتابعي قناة سكاي نيوز عربية. في الواقع اليوم كان هناك حديث للرئيس الأفغاني في التلفزة الرسمية، وطبعا من خلال حديثه يعني ربما يشير إلى أنه الآن بدأ أنه يستعد حقيقة ليقدم استقالته حقنا للدماء. طبعا هو الرئيس قال أنه يريد حشد القوات للقوات المسلحة، لكن أيضا في نفس الوقت هو قال أنه يريد مشاورات مع إدارته، لكن هذه أعتقد يأتي في بالتزامن طبعا مع الزيارة التي قام بها دكتور عبد الله رئيس لجنة المصالحة إلى الدوحة، ومن هناك أظن جاء ب يعني وثيقة معه إلى مرة أخرى إلى الكابول ليطلع المسؤولين هنا لكن هناك تسريبات تتحدث أن هناك حكومة ستشكل قريبا ويكون هناك وقف لإطلاق النار. طبعا أعتقد أن الرئيس الآن يبدو وصل إلى مرحلة أنه لابد أن يقدم استقالته لإيجاد مرحلة جديدة في أفغانستان. سيد فضل، يعني الأخبار الكثيرة التي تأتي من أفغانستان أبرزها أن الجانب الأمريكي، السفارة الأمريكية تريد يعني إنهاء الأوراق الرسمية أو السرية الموجودة في السفارة، وهي قبل أيام قالت نحن في ثقة كبيرة من القوات الأمنية الأفغانية التي دربناها ستدافع عن كابول وعن المدن. إلى أي مدى الحديث الأمريكي كان مضللا؟ وبالتالي يعني دخول طالبان إلى كابول ما هي إلا مسألة وقت. صحيح، يعني كما ذكرت موضوع مسألة وقت. صحيح أن طالبان تريد تضييق أكثر على أطراف مدينة كابول من خلال السيطرة على مدينة لوغا التي تبعد 50 كيلومتر في الواقع، ولا أعتقد يعني أنه الكابول ستسقط في نفس، لكن صحيح يعني قد يستغرق وقت. لكن حقيقة يعني لو نرى يعني من ناحية العتاد ومن ناحية العدد، حقيقة القوات الأفغانية أكثر من عناصر حركة طالبان حتى من ناحية الأسلحة الحديثة يعني لكن المشكلة يعني أنا أعتقد أنه يعني ما حصل خلال أسابيع من سقوط الولايات ومن سقوط المدن في الواقع، وحتى أكثر من نصف ولايات سقطت بحراسة طالبان. أنا أعتقد أنه هو موضوع القيادة، يعني لا يوجد هناك إدارة جيدة حقيقة في القوات في القوات الحكومية. لا، بعيدا عن سيد فضل، الجانب الأمريكي، أنا دعني أتوقف معك. الجانب الأمريكي قال نحن صرفنا أكثر من يعني خلال العشرين السنة الماضية أكثر من 88 مليار دولار على هذه القوات، لكن فشلت هي في إيجاد يعني قوات وطنية تريد الأفضل لأفغانستان، وبالتالي هم يعني كثير من التحليلات تذهب بأنهم فقط يبحثون إلى الدخل، يعني الرواتب التي يتقاضونها. إلى أي مدى هذا صحيح؟ يعني الجندي الأفغاني يعني لا يحس بالحماسة لمقاتلة طالبان. صحيح، يعني كما ذكرت يعني هو صحيح انه كما ذكرت الولايات المتحده صرفت المليارات حقيقه من الدولارات على تجهيز و يعني استثمروا في القوات الافغانيه. صحيح يعني حتى في بعض الاحيان يعني حتى قد لا تصل اليهم رواتب حقيقه، يعني حتى قد تستغرق شهور في الواقع من قبل الحكومه للقوات الجيش، يعني حتى في معارك هناك يعني حتى هناك محسوبيه في الواقع، يعني هناك تقارير تتحدث انه بعض القيادات في الجيش حتى بعض المناصب يعني يباع يعني بين يعني هذا ايضا مشكله اخرى يعني التي ادت برايي
رأيي إلى أنه يعني إلى سقوط الولايات. يعني هذا لذلك يعني هذا كان شيء غير مفاجئ. صحيح أن الولايات المتحدة صرفت الميليرة وجهز قوات الجيش قوامها 300,000، يعني هذه عدد كبير، لكن الذي حصل أنه هذا كانت أعتقد أنه كان متوقع. سيد فضل، إلى أي مدى تعتقد أن يعني الولايات المتحدة باعت أفغانستان إلى طالبان في هذه اللحظة، وبالتالي الدخول أصبح حتميا للعاصمة كابول؟ نعم، أنا لا أعتقد أنه كابول ستسقط ربما خلال، يعني كان أنا أعتقد أنه خلال 24 ساعة سيكون. لا يا سيد فضل، الولايات المتحدة هل باعت أفغانستان حقيقة؟ يعني طبعا لا شك أنه كان في تقارير تتحدث أنه هناك صفقات حصل بينهم وبين هناك أشياء يعني، لكن لا أعتقد أنه الولايات المتحدة أعلنت أنهم بعد أغسطس سيدعمون الحكومة وسيدعمون القوات الحكومية وأنهم سيدعمون اقتصاديا. يعني لا أعتقد، أنا أعتقد أنه ما القوات الأمريكية التي جاءت قبل يوم أو يومين من 3,000 جندي، أنا أعتبرها هي يعطي إشارة، يعني يعطي إنذار للطالبان. طيب. أن يكون حذرين من اقتراب من كابل، أعتقد تحليلي. من كابل الكاتب والباحث السياسي سيد فضل قاهر قاضي، شكرا لك.